الفورميلا اللي موجودة في الأيلاينر شو هي؟ شو المواد اللي فيها؟ شو بتفيدك؟ الكوزمتكس هي يمكن أكتر مادة كتير من الطلاب اللي تخرجوا قالوا لي يا دكتورة والله مادتك استفدنا منها أكتر شيء. لا تنسوا 25% أو جزء كبير من مبيعات الصيدلية اللي هو كوزمتكس، يعني كتير هلأ بتفوتوا على الصيدليات معظمها بس يا دوب رف صغير أدوية والباقي كله مواد تجميل مواد كوزمتكس، فأنت مفروض كصيدلاني تكون عندك المام فيها تعرف فيها. فبس إذا إجاك واحد يحكي لك مثلا الفاونديشن هذا بيناسب بشرتي ولا لا، السان سكرين بيناسب ولا لا، أنت من معرفتك بالإنجريدينتس الموجودة you can tell، عرفتوا؟ فهي وطبعا من خلال السيمينارز يعني انتوا راح يكون مطلوب منك بالسيمينار كيف حط الايلاينر وكيف، اوكي هذا راح نطلبها بلس، هذا بالسيمينار اللي مثلا بيقول مثلا الايلاينرز والانجريدينتس ومثلا يوضع بطريقه معينه، ممكن نضيف سلايدتين كيف هاو تو يوز. اما انا بالماده كوصف مساق مش انه هاو تو يوز، انا مين اللي يستخدمها؟ لمين تستخدم؟ بناء على الانجريدينتس اللي فيها. فأنا كثير طلاب قالوا لي والله يا دكتورة كأنه المادة سوتكس 2، هي مو سوتكس 2، هي فورميليشن، هي سوتكس 2 لأنه شو فيها المادة السوتكس 2؟ فيها كريمات، فيها اوينتمنت، فيها ايمالشن، فيها سسبنشن، لوشنز. فأنا نفس الشيء عم استخدم الأشياء والمعلومات اللي تعلمتها في سوتكس 2 حتى أحضر منها فورميلا فاونديشن كريم للكوزمتكس، حتى حضر منها سان سكرين او سان اوينتمنت او سان ارازول سان بليتشنج سان تانينج. فانا المعلومات اللي استفدتها من سوتكس 2، عشان هيك سوتكس 2 مفيده لانه انت بتاخذ السيرفاكتنت، فانا بس ادرس وين السيرفاكتنت بهي الوصفه، وين البريزرفاتيف، فهذا هو اللي بفيدني بالكوزمتكس. فمادتنا هي عباره عن كوزمتكس بريباريشنز. اوكي نيجي شو هي definition of cosmetics، شو معنى cosmetics؟ الكوزمتكس they are substances designs to beautify and enhance the appearance of the person، اللي هي احنا بنتعامل برا اللي هي المواد اللي مصممة للتجميل وتتحسن الشكل البيرسون. ال FDA طبعا زمان كانت الكوزمتكس مين ما كان يصنع cosmetic preparations، هلأ صاروا يوجدوا أنه كتير من الكوزمتيك بريباريشنز إلها إمباكت على الهيلث، كتير منها بصير امتصاص إلها عن طريق الجلد، كتير مواد انسحبت من الماركت لأنه مثلاً وجدوا نسبة الرصاص عالي فيها ممكن يتأدي لكانسر. فقال فصارت برانش الكوزمتيك صارت بطلت FDA لحالها، اللي FDA لاختصار Food Drug Administration، صارت FDA and C. هلا في امريكا FDA and C. C to refers to the cosmetics term. فال FDA defines the term cosmetics as that which shall be held to include dentifrice and toilet articles. يعني انه مفروض الكوزمتكس كمان تتضمن معجين الاسنان والمواد اللي تستخدم في الحمامات، like the articles intended to be rubbed، اللي بدي احطها وافركها، poured, sprinkled or sprayed on, introduced into or applied to the human body or any part for cleansing, تنظيف, beautifying, تجميل, promoting attractiveness, للجاذبية أكثر, or altering the appearance, تغير الشكل البراني. Articles or the articles intended for use as a component of any such articles, يعني المواد اللي تستخدم في تحضيرات هدول المواد. فهي كلها تعد من ضمن الكوزمتكس بريباريشنز. هلأ صار عنا في الأردن، كان زمان بس للأدوية، هلأ دخلوا برانش الكوزمتكس، صار قسم خاص للكوزمتكس جوا الـ FDA ومسؤولين عنه وبراقبوا فيه طبعا المراقبة أقل من الدواء، لكن بلشنا إحنا نواكب العالم بمراقبة الكوزمتكس بريباريشنز لأنه وجدوا إنها كتير مهمة ولها إمباكت على الهيلث. هلأ بالنسبة للكلاسيفيكيشن اوف كوزمتكس، في عنا سكين كير برودكتس اللي هي العلاقة بالبشرة، اللي هي تتضمن الكوزمتيك كلينزرز، الاسترنجنتس المواد القابضة، التونرز المواد القابضة لكن بطريقة تانية للنسبة أكثر، مويستشرايزر او سوري تونرز اقل، مويستشرايزر المرطبات،
الماسك، الأقنعة، النايت كريمز، الكريمات الليلية، باث برودكتس، والشيفينج ايجنتس. دول كلها من مستحضرات العناية بالبشرة. الميك اب اور ذا كلر برودكت اللي هي بنحطها حتى نعطي لون، تتضمن الفاونديشنز، كريمات الاساس، الاي ميك اب اللي هي بتضمن الشادوز، لاينرز اند ماسكاراز، روجز، بلاشرز، ليبستكس، والنيل انامالز اللي هي المناكير. في عنا التويلتريز اللي هي الأشياء اللي بتتضمن تنظيفات التنظيف مثل السوبس، شامبوز، كونديشنرز، هير دريسينجز، هير سبريز، هير كالرينج، هير ويفينج اند ستريتنينج ايجنتس، مملسات والمطعجات، ديودورانتس اند انتي بيرسبيرانتس، والسن بروتكتيف ايجنتس. وفي عنا الفراغرانس برودكتس اللي بنستخدمها لإعطاء الرائحة مثل البرفيومز والكولون، الافتر شيف ايجنتس والباث باودرز. فهن بالتقسيمه بهي الطريقه انا بقسم شو هي، كيف انه الكوزمتكس بريباريشن بصير لها كاتيجورايزيشن. احنا عاده بمساقنا رح ناخذ اي شيء ريليتد للبشره، وبعدين بالقسم الثاني بعد المد الاشياء الريليتد للشعر. نبلش بالبشرة، واللي هو اليوم اللي تكون المحاضرة تقريبا ريبيتيشن لأشياء انتو أخدتوها بالأناتومي والفيسيولوجي كورسز. رح نبلش بالهيومن سكين اند فانكشن. هاي الرسمة أكيد الكل شايفها قبل هالمرة، اللي هي بتشوف ورجينا تركيبة البشرة. البشرة مكونة من 3 layers اللي هي الإبيديرمس، ديرمس اند هايبوديرمس أو السبكوتينيوس لاير، يعني ديرمس الإبي اللي فوقها والهايبو اللي تحتها. هلأ الإبي ديرمس مكون عنا من 5 layers اللي هي الإبي ديرمس ستراتم غرانيولوزم، ستراتم نيوكليوزم، ستراتم غرانيولوزم، ستراتم وآخر طبقة منها اليوسيدم، وآخر طبقة يلي إحنا بنعرفها بالدواء كتير واللي بتغلبنا كتير يلي هي الستراتم كورنيوم أو الهورني لاير. ليش إحنا بالأدوية بتغلبنا؟ لأنه هي الريت ليميتنج ستيب لأي دواء بده يمرق للجلد من جلد. عفوا الصوت في إشي، لأنه أي دواء بده يمرق للسيركوليشن مفروض يمر من خلال الستريتم كورنيوم، فهي بنسميها الريت ليميتنج ستيب. ودائما بنحكي لكم اذا راحت الستريتم كورنيوم بصير انا اذا حطيت الدواء توبيكالي كاني اعطيت الدواء اي في. مشان هيك المحروقين بحطوهم بطابق خاص فيهم، لانه بتكون طبقه الستريتم كورنيوم رايحه، فبحطوهم في منطقه معزوله لانه اي بكتيريا اي مايكرو اورجانيزم دايركتلي بروح للسيركوليشن فبسبب لهم مشاكل. مشان هيك الستريتم كورنيوم مهمه جدا. هلا هي مهمه جدا وبتصعب لي من مرور الدواء، لكن انا بالنسبه للبشره هي عبارة عن البروتكشن، هي الحماية، وجودها مهم جدا لأنه بيمنع أي إشي يدخل، يعني هي الحارس أي إشي يدخل للبلد سيركوليشن. فالفونكشنز of the skin it is a protective wrap for the body، بغطي الجسم كله. Mediators between the organism and the environment، تربط ما بين الأورجانيزم والشخص والبيئة اللي حواليه. Control any loss of fluids and prevents the entrance of any foreign material. Regulate the heat transfer, الحرارة عن طريق التعرق. Transmits sexual and social signals, color, texture, odor. هاي كلها بصير لها transmitting خلال الجلد، وبكون الإفكت بصراحة لها أكتر in animals more than humans. لأنه إحنا عادة في الهيومنز بنغطي الجلد، وبالتالي الإفكس للسيجنالز هاي بتكون أقل. هلأ شو مواصفات السكن؟ التوتال أريا أو ذا سكن فرام من 2.5 متر مربع ل 1.8 متر مربع حسب طول الشخص، هذا في الأدلت.
عنا نوعين من أنواع البشرة، في عنا الهيري والجلابرس سكن، البشرة اللي عليها شعر والبشرة اللي ما عليها شعر الجلابرس. الأماونت أوف ذا هير فاريز جريتلي، هلا قديش كمية الشعر بتفرق حسب المنطقة وحسب الجنس. أكتر إشي بتكون ذا سكالب with large hair follicles contrasted with female face which has large sebaceous associated with small follicles which produce fine short vellus hair. هلا بالست بكون على البشرة الوجه مثلا أقل إشي hair follicles، لكن بتكون فيها غدد دهنية أكتر وبكون الشعر وبري. بالميل بكون لا الشعر أكتر. The skin of the palms and the soles، البشرة الموجودة في باطن الكف الإيد، باطن الكف الإيد والسولز كعب القدم أو باطن القدم، عادة ما فيها hair follicles، بكون glabrous skin and sebaceous gland، ما فيها غدد دهنية. مشان هيك كتير الكف الإيد وباطن الرجل بتشققوا وبنشفوا كتير، ما فيها غدد دهنية، ما فيها إشي يفرز الأويل يلي بيسهل أو بيعطي طراوة للبشرة. الجلابرس سكين is characterized by thick epidermis، بتكون طبقة الإبيدرمس سميكة، and by the presence of encapsulated sense organs within the dermis، بتكون جوا الديرمس، منطقة الديرمس بتكون sense organs، بتكون جوا كابسولة. هلأ منطقة الديرمس لاحظوا شو في موجود فيها، موجود في عنا الهير فوليكل، هاي هي الروت اوف ذا هير، موجود في عنا ال السويتي جلاند، موجود في عنا هاي هون السيباشيس جلاند. كل هير فوليكل، كل بصيلة شعر بتكون مربوطة بسيباشيس جلاند، غدة دهنية. هاي الغدة الدهنية بتفرز زيوت، بتفرز زيت الشعر اللي هو بنسميه السيبم أو زيت البشرة، يلي بيسهل خروج الشعرة من منطقة الديرمس لبرا الجلد. فكل غدة مثل ما حكينا، كل هير فوليكل بكون بجنبها في عنا سيباشيس جلاند، في عنا سويتي جلاندز، هاي كلها عبارة عن سويتي جلاندز، في عنا نيرف اندينجز، في عنا بلاد فيزلز، عشان هيك أي دواء أي إشي بيوصل للديرمس معناته خلص وصل للسيركوليشن. وهون في عنا الطبقة الثانية اللي هي الهايبوديرمس. هلا منطقة الديرمس بتفرق نوع المواد اللي فيها، المواد اللي فيها في بيكون في عنا الكولاجين والإلاستين اللي بتعطينا الميكانيكال بروتكشن. It is provided by the dermis which is composed of the connective tissue، أنسجة ضامة. Barriers to the permeability is located in the uppermost layer of the epidermis، حكينا اللي بيمنع البيرميابيليتي اللي stratum corneum اللي أعلى فوق أول طبقة بالإبيدرمس اللي هي الهورني لاير. منطقة الديرمس مسؤولة عن الميكانيكال بروتكشن اللي هي with aging تبدأ بتضعف الكونكتيف تيشوز، بيبدأ الكولاجين يقل وبيبدأ يصير في عنا رينكلز. فالمسؤول عن الرينكلز اللي هي منطقة الديرمس، اللي مسؤول عن بيرميابيليتي منطقة الإبيدرمس. الإبيدرمس مثل ما حكيت لكم مكونة من 5 طبقات، consist of a number of layers. في عنا الستراتم باسيل أو الجيرمانيتيفا، من اسمها to germinate something اللي هي تنمي، اللي هي الطبقة الأولى. It is a continuous layer which gives rise to all the keratinocytes. Turnover بتكون عالية فيها للجلد الطبيعي around 163 hours، لكن اللي معه صدفية بكون تقريبا كل 37 ساعة بصير turnover للسيلز. The cells of the stratum basal have large nuclei، بتكون في أنوية أو النواة كبيرة، يعني لو اطلع تحت الميكروسكوب نواة كبيرة ما بتكون إلا stratum basal. هلا كل ما عم نرتفع بالطبقات الإبيديرمس كل ما بتصغر النيوكليي لأوصل لآخر طبقة اللي هي الهورني لاير أو الستريتم كورنيوم، ما بيكون فيها نيوكليس at all وبتكون خلايا سطحية. هاي الخلايا بصير اللي بصير لها شيدينج وتيرن اوفر بطريقة مستمرة. في عنا مثل ما حكيت ستريتم سباينوزم اللي هي اللي تعد السيمنت او الانترسيلولار سيمنت للسيلز.
ستراتم جرانيولوزم، ستراتم لوسيدم، والستراتم كورنيوم اللي هي ما فيها نيوكلياي، وفلات سيلز filled with كيراتين، بكون نسبة الكيراتين عالية، مشان هيك بسموها هورني لاير أو الكيرا استريتم كورنيوم أو الطبقة الكيراتينية، الطبقة الميتة، ولأنها ما فيها نيوكلياي بسموها طبقة الديد سيلز، اللي هي تعد حامي الجلد، اللي هي بتمنع أي إشي يدخل من خلالها. هلأ في الجلد كمان في عنا بيجمنتري سيستمز اللي هي المسؤولة عن الصبغات أو اللون بالبشرة. skin owes some of its color to the red hemoglobin. وين بيجينا لون البشرة؟ ليش في ناس بشرتهم محمرة على حمرة أكتر، ناس على صفار أكتر، ناس على بياض أكتر، ناس بنقول لهم مزورقين إنه الزراء مبين أكتر. طبعاً هذا بيعتمد، اللون بيجي من أكتر من شغلة، بيجي من الهيموغلوبين اللي بيعطي اللون الأحمر، الكاروتينويدز اللي بيعطي اللون الأصفر اللي هي مسؤول موجود في طبقة الهايبوديرمال فات، وهذا بيكون اللون الأصفر مبين أكتر إذا كان الجلد رقيق، طبقة الإبيديرمس رقيقة، هي جيناتيكلي اللي بيكون جلده رقيق بتبين طبقة الفاتس أكتر فبين على أصفار أكتر. اللون الأسمر الغامق جاي من صبغة الميلانين. اللون الأزرق بيكون لون الفينز مبين أكتر. فذا ميجر ديتيرمينانت، بس لكن اللون اللي مهيمن أكتر على أو اللي بيعطي اللون أكتر اللي هو الميلانين. الميلانين it is the product of the melanocytes. Skin color has both constitutive and facultative components. هلأ اللون بيجي من جهتين، إشي جايه أنت جايبه من أهلك اللي هو وراثة جيناتيكلي، جدك يعني جدك وستك لونهم لون بشرتهم سمرة غامقة، مش مستحيل تكون أنت صاير ألبينو أبيض. ففي إشي جيناتيك وفي إشي تاني انفايرومنتال، الواحد العامل مثلا بضل تحت الشمس طول اليوم إلا ما يصير لونه يصير غامق. So various degrees of pigmentation occurs in different ethnic groups. ففي عنا ألوان ورح نيجيها، بس نيجي على الكلر of the body ونحكي على whitening agents والbleaching agents، نحكي على اللون بشكل مفصل أكتر. The differences are in the amount of the melanin. قد في عندي نسبة ميلانين، قديش الميلانوسايتس ثابتة بكل الناس، النيجروز الدارك كولرد بيبول والألبينو لهم كلهم نفس عدد الميلانوسايتس، لكن قد ايه الميلانوسايتس بتفرز ميلانين هي اللي بتفرق بين between the ethnic groups. The differences are in the amount of the melanin produced, not in the number of the melanocytes present. البيجمنتيشن كان بي انهانسد باي اكسبوجر تو ذا سن اور باي اندوكراين فاكتورز، كثير خلال الحمل الستات بيغمق بنقول له كلف، اللي هي بتصير لون البشره فيها تبقعات غامقه. طبعا هي بتروح، لكن هي بتسببها ايام بتطول وما بتروح، اللي بتسببها هرمونات اللي هي بنتيجه الهرمونات اللي بتنتج خلال فتره الحمل، فبتؤدي ل بعض الكلف عن بعض السيدات، مش كل السيدات، اللي هي بتؤدي للبيجمنتيشنز. وهي اللي بنقدر احنا عادة اللي by exposure to the sun by endocrine factors اللي هي by cosmetics preparation انه نعالجها ونغطيها وتبطل تبين. لكن اللون اللي جاي من الجيناتيكس الكونستيتيوتيف هذا صعب انه نغيره، يعني واحد لونه غامق كتير نعمله ابيض او لونه ابيض نعمله اسود، هذا لعب بالجينات ما بنشتغله بالكوزمتيكس بريباريشنز. The major function of the melanin، طبعا الميلانين الله خلقه هي وحباية إلنا من الشمس، the protection against the solar radiation. The pigment is geographically distributed in relation to the solar intensity experienced by various ethnic groups. يعني بتلاقي البشر اللي عايشين في المناطق الاستوائية اللي بتعرضوا لأشعة الشمس بطريقة تكون الشمس عمودية على عندهم، بتكون لون البشرة غامق كتير. نفس الشيء اللي البشر اللي عايشين بالقطب الشمالي والجنوبي، بتكون الدنيا تلج كتير لكن بشرتهم غامقة كتير بسبب انعكاس الشمس على البشرة. فأحد الطرق حتى تحمي البشرة أو حالها من أشعة الشمس from the cancer effect أو من الـ damaging effect للشمس اللي هي إفراز ميلانين أكتر. فكل ما انفرز ميلانين أكتر عم بحمي حالي أنا
من اليوفي راديشن. مشان هيك الناس اللي بتعرضوا اللي من الاثنيك جروبس اللي هي مثلا الالبينو او البيض كتير اللي افراز الميلانين عندهم قليل جدا، اذا اجوا لمناطق استوائيه وتعرضوا للشمس او قعدوا بالشمس لفتره طويله ما بصير لونهم غامق، بنحرقوا دايركتلي، بصير لهم بيرنينج اكشن نوت تانينج اكشن من الشمس. فالميلانين وممكن طبعا البيرنينج هاي المرحله الاولى اللي وراها ممكن يصير عنا كانسر. كتير عنا في الاوروبيين بتعرضوا لسرطانات الجلد بطريقه اعلى بكتير كبيرسنتج من الناس اللي موجودين في other او الاذر ethnic groups. الميلانين is supposed to be inactivated to free radical state by the incident light and so eliminate genetically damaged cells by phototoxic mechanism. فالميلانين هو نوع من الدفاع الجسم against the sun. The functions of the skin حكيناها. It is wrap هاي حكيتها أنا. Wrap the body, mediators, transmit sexual and social signals. هاي شرحناها وين أنا رحت. هلا نيجي ل الديرمس. الديرمس حكينا هو المسؤول على الميكانيكال اللي هو السترينث قوة الجلد. It is a tough resilient tissue connective tissue كلها أنسجة ضامة which concussions the body against mechanical injury and provide nutrient لأنه فيها بلشت الكابيلاريز فيها البلد سبلاي and it provides the nutrients to the epidermis and the cutaneous appendages. The dermis contains the blood, lymphatic, nervous system and surrounds the hair follicle and the eccrine sweaty gland اللي هي غدد التعرق. بتكون 75% منها كولاجين والإلاستين والريتيكولين حوالي 4% of the dry weight of the epidermis. مشان هيك with aging شو بصير بالكولاجين بيبدأ يقل، فشو بصير بقوة الجلد بتخف، فبتبدأ تبين عنا الـ wrinkles. The skin is innervated with مليون afferent nerve fibers. Most terminate in the face and the extremities. أكثر إشي الواحد بتحسس اللي موجود على البشرة الوجه والأطراف. بالظهر قليل الأحاسيس اللي بتكون موجودة على مو في أحاسيس لكن بتكون أقل نسبتها من الموجودة على البشرة. هلا السيباشيوس جلاند هي كمان غدد موجوده في الديرمس. It secretes the sebum. حكينا السيبم هو زيت البشره which forms the majority of the lipid which cover the skin and the hair. هلا افراز السيبم اذا كان كتير بتكون البشره دهنيه والشعر دهني، اذا افرازها قليل بيكون البشره جافه والشعر جاف. النورمال اللي بتكون الافراز تقريبا معتدل. They occur throughout most of the body and are normally not invariably associated with hair follicles. حكينا كل hair follicle ضروري يكون بجنبها sebaceous gland. أعلى تركيز طبعا بيكون اللي موجود فيه أكتر hair follicles اللي هو الشعر والface والupper chest and shoulders and there are none لأنه بالpalms والsoles ما فيها شعر ما في sebaceous gland. نوع الجلاند هولوكراين. شو يعني هولوكراين؟ بضل تكبر 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 وبعدين تنفجر وتطلع لبقلبها. Activities under hormonal control عادة بيبدأ إنتاجها مع زيادة الهرمونات بالبشرة، يعني الصغار تحت فترة البلوغ ما بيكون ما بتلاقي إنه شعره دهني أو بشرته دهنية، لكن إمتى ببلش؟ بعد فترة البلوغ تبدأ يصير لها maturation لهذه الجلاند وبيبدأ يصير الإفرازاتها تكتر. It is stimulated by androgen. In human males, the glands are minute during the prepubertal period. فترة قبل فترة البلوغ بتكون صغيرة كتير، لكن it will cause vast enlargement at the puberty. بعد البلوغ ممكن تضاعف خمس أضعاف، خمس مرات size إلها الأولاني. الاستروجينز الانتي اندروجينز لايك السايبروتيرون اسيتات انهبت السيباشيوس جلاند سيكريشنز. ايام افرازها كثير واذا سكرت الهي مربوطه بحب الشباب بالاكني اللي كمان رح ندرسه بهذا المساق.
الإيبوكراين جلاند كمان من الغدد الثانية كمان اللي هي في فترة البلوغ كمان تبدأ إفرازاتها تزيد. It is attached to the hair follicle and develop in association with it. The glands become canalized and functional almost exclusively in the axillary, تكون تحت القبط في الأنال في genital regions and in the areola of the nipples. The axillary gland only become functional at the puberty. في فترة البلوغ بس بتبدأ تطلع إفرازاتها. منشان هيك بنشوف الأطفال الصغار قد ما ينطوا ويعرقوا ما إلهم ريحة عرق مميزة مثل الأدلتس أو مثل البالغين. And it seems to be androgen sensitive. مسؤول بفترة تغير الهرمونات بتغير إفرازاتها. The secretion is milky. عادة إفرازها بيكون لونه أبيض viscous and at first without noticeable odor. أي إشي يفرز من الجسم ما له روائح. إمتى بتبدأ تصير له روائح؟ معنى في وجود رائح معناته صار البكتيريا الموجودة على البشرة اتفاعلت معه وأدت لوجود الأودر. فعادة بتكون ملكي viscous sterile without odor which is said to develop through bacterial lactation. Secretory activity is controlled by androgenic adrenergic nerves. In humans, the function under debate. كان إلها function زمان، هلا إلها function in animals أكتر، مميزة أكتر. يعني الانيمالز الميلز والفيميلز بتعرفوا على بعض عن طريق secretions of the apocrine gland. لكن في الهيومنز يعني it is shame إنه الواحد يعني رائحته تبين. يعني عادة إحنا منضيف الأنتي بيرسبيرانس، الأنتي إدورانس، الديودورانس، البرفيومز حتى تغطي هاي البرفيومز. أوكي أوكي، اليوم بس كافيكم بداية المحاضرة، والمرة الجاية منكمل. حدا عنده سؤال لهون؟ أي سؤال، أي استفسار؟ دكتور أنا تفضل. عندي سؤال. لو سمحتي كم عدد الأشخاص بالجروب؟ هلا انتم 152. راح اقسم العدد على عدد المحاضرات خلال الاسبوع، يعني اخر اسبوع بيكون فري لانه بنكون بدنا نجمع علامات، فانا راح احسبه من مثلا مش من هذا الاسبوع، من الاسبوع الجاي، عرفتوا؟ فبشوف عندي كم عدد محاضرات ومن عدد المحاضرات وقديش عدد الطلاب، وبقسمهم على بعض على اساس خلال اخر محاضره بدنا نعطيها يكون فيها اخر سيمينار. أوكي، فممكن يكون فيها خمسة، ممكن أربعة، ممكن ثلاثة، ممكن ستة، حسب عددكم أنتو. يعني أنت حتوزع. ياس، راح أوزع لكم التوبيك والديت والعدد. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. سؤال ثاني دكتورة لو سمحتي، ممكن تنزلي لنا الفارت اللي شرحتي لنا إياه؟ أوكي أوكي، ماشي الحال إن شاء الله. دكتورة، وبالنسبة لتقسيم حالنا، ممكن نقسم حالنا إحنا؟ لا لا، رح أدخل في ميمة معكم. لا، هيك أخذ قائمة الحضور والغياب، مين ما يكون إكس مع مين، تتعرفوا على بعض يا ستي بهذا الكورس. تمام، يعطيك العافية. الله يعافيك. غيره؟ أوكي، موعدنا لكان يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 2:30. أوكي؟